عظيم أن نحتفل اليوم بمناسبة تحمل ذكرى طيبة في عالم الطب والأطباء، ذكرى ذلك الرجل الذي قدم للإنسانية والبشرية خدمات جليلة في مجال الطب، إنه العالم ألبرت شوايزر. وتزداد هذه العظمة شفافية وعرفانا بخبرات هذا العالم المتميز عندما عمدت الأكاديمية البولندية للطب بتخصيص جائزة باسمه للمبدعين والمتفوقين مهنيا وإنسانيا في مجالات الطب المختلفة. إن تكريم الأكاديمية البولندية للطب للبروفيسور ألبرت شوايزر يمثل رسالة إنسانية إلى العالم جميعا، يشعرها ويحسسها بأن عالم اليوم أصبح قرية كونية صغيرة، وأن البشر أينما كانوا شركاء في السعادة والشقاء والصحة والمرض. فلنكن جميعا نحن معشر الأطباء رسل سلام وإنسانية كما كان البروفيسور ألبرت شوايزر الذي عمل من أجل الإنسانية وسخر فكره وجهده ووقته وسعيه الدؤوب من أجل السعادة البشرية ورفع معاناة المرض والألم من كاهل الإنسانية. ولا شك أن الكويت سعيدة أن ينال أحد أبنائها البروفيسور حسين دشتي من قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الكويت شرف الحصول على هذه الجائزة العلمية الإنسانية، بل إنه وسام شرف على كل صدري كل طبيب من أبناء هذا البلد، وحافزا لهم نحو المزيد من أجل الإنسانية ورفع اسم الكويت عاليا بين الأمم والشعوب المتقدمة، حيث حصل على هذه الجائزة إلى الآن 9 أطباء في العالم. ويعتبر الدكتور حسين دشتي الوحيد الحاصل على هذه الجائزة في العالم العربي. ثم تحدث سفير الجمهورية البولندية لدى دولة الكويت السيد جان ناتينسكي. يا أهل الطب الكويت، عندما فكرت عن الكلمة بهذه المناسبة، مناسبة تقديم الجائزة من الأكاديمية الطب البولندية إلى الطبيب العربي، فتذكرت من دراساتي للغة والأدب العربي بأن في المكتبة العربية هناك منذ القرون العديدة مجموعة من الكتب الطبية التي كانت هي أساسا لطب في أوروبا. يكفي أن أذكر بعض الأسماء التي أذكرها: ابن بجاج من القرن الثاني عشر، ابن طفيل معروف في أوروبا أبو بلكاسر، ذي أول واحد كان معروف باسم أبي باتس، ابن سينا معروف باسم أفيسنا في أوروبا، أبو القاسيس يعني أبو القاسم الزهراوي من مدينة زهرة قرطبة، مؤلف الكتاب كتاب التصريف اللي كان كتابا أساسيا للدراسة الطب في أوروبا في القرون الوسطى. كل هؤلاء وأكثر بكثير منهم اللي تعرفون أسماؤهم من تاريخ الطب العربي هم وضعوا الأساس الطب الأوروبي. بعدها تم تكريم الأستاذ الدكتور حسين دشتي. وفي الختام كان للأستاذ الدكتور حسين دشتي هذه الكلمة: بالنسبة للإنسان الجاهل، الإنسان هو الإنسان، الماء هو الماء، والأشجار هي الأشجار، والجبال هي الجبال.
وعندما يتلقى علومه الدراسية ويتعلم القليل يتغير مفهومه ليصبح الإنسان ليس إنسانا، ولا الماء ماء، ولا الأشجار أشجارا، ولا الجبال جبالا. وعندما يصبح عالما ودارسا تتغير مفاهيمه ليعود الإنسان إنسانا، والماء ماء، والأشجار أشجارا، والجبال جبالا. وباعتقادي بأن الأكاديمي الحقيقي يعرف من المعضلات والمشاكل أكثر من معرفته للحلول والإجابة، ويعرف الاستقصاء والبحث أكثر من معرفته للإجابة. وكلما تقدم به السن وتعلم أصبح أكثر تواضعا وحنكا.